لي سؤال مهم، سكيلاتي واش منين استلهمت المخزون العاطفي نتاعك؟ من بنتي. هي سكيلاتي؟ من بنتي ميليسا. وي احكي لنا هذه. سكيلاتي صغيره في الدار؟ عندي سكيلاتي صغيره في الدار، هذه هي. كيفاش يعني؟ كي كنت تحيوها بالمناسبه على كل كاين كما قلت لك كاين نص، النص اللي يرفدك ومخرج اللي يقودك، والشعور هذاك ولابد تستخلصه من الموجود الباطني تاعك. فبنتي عندها هذه الحيويه، عندها واحد الطريقه في عندها واحد الطريقه. وكنت نخدم، كي نكون نخدم دائما هي في بالي. دونك كل عمل كنت نقوم به في 90 هي كانت في الخلفيه نتاعي. هو سكيلاتي تاع الصح كان لاعب كره قدم. هي في التسميه تاعها كنا في تورناج تاع بابور اللوح. بعد حبسنا على جال الكونفينمون، قعدنا هكذا جماعه. كان كادر هو اللي كانت عنده الفكرة الأولية تاع العمل. قال نديرو عبد القادر جريون، عيط له كادر. هو اللي عرض الفكرة هذه، بعد توافقنا عليها والتسمية جات عرضتها سهيلة معلم. هي اللي قالت، كنا نحوسوا على الاسم تاع البيرسوناج هذا، قالت سكيلاتي، ركبنا في سكيلاتي.